يا هلا والله بالجميع، معاكم الوجيه. كيف حالكم يا جماعه؟ ان شاء الله تكونوا دائما بخير وصحه وعافيه. حياكم الله في برنامج شخبار هوليوود، ولناخذ فيه لفه سريعه على اخر اخبار الممثلين والممثلات والسينما والتلفزيون واي شيء له علاقه في هذا العالم. وكالعاده يا جماعه، وعلشان ما اطول المقدمات، اشتركوا في القناه لو ما كنتم مشتركين، وفعلوا جرس التنبيهات على طريقكم. ولو اعجبكم الفيديو ابغاكم تضغطوا كذا لايك بقوه. تعالوا تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي وتويتش والديسكورد، كلها موجوده في صندوق وقلوص. غير كذا اربطي لحزامك، اربطي لحزامك، ويلا بينا نخش على شخبار هوليوود. أيام قليلة يا جماعة تفصلنا عن عودة مسلسل بيتر كول سول بقسمه الثاني، واللي فصله الأول انتهى بطريقة يا ساتر يا ساتر يا ساتر، تعليقة ما تتمناها لا لعدو ولا لصديق. عموما لو ما تابعت المسلسل ترى هذه فرصتك، هذه فرصتك الآن، ما راح توصل للمكان اللي احنا فيه لو المسلسل قد غلق. فنصيحة مني، الحق على بيتر كول سول. المخرج تايكا وايتيتي يكشف انه فيلم ثور لاف اند ثندر ما له أي علاقة بالعوالم الموازية. طب انا جلست اتابع التريلر مع المتابعين ومسوي عليه رياكشن وقاعد احلل، اوه عوالم موازيه، ثور ليس هذا ثورنا، هذا ثور ثاني. يرضيك كذا يا وتيتي؟ يرضيك كذا تخلي المتابعين يقولوا تعليلاتك بريال؟ اخس عليك بس، يلا ما عليه، يمون يمون يا جماعه. تايكا، اشاعات تتجول في الارجاء حول تطوير مارفل لعمل خاص بشخصيه دكتور دوم. اللي ما يعرفون دكتور دوم يا جماعه، جبت لكم كذا شويه معلومات عنه، يعني عن طريق البحث المتواضع، انا ما اقرا كوميك صراحه، ولكن جبت شويه معلومات عنه بواسطة جوجل. دكتور دوم يا جماعة يعتبر واحد من أذكى وألمع العقول في كوكب الأرض، وهو ساحر قوي وعظيم جدا، بل إنه مرشح محتمل في الكوميك إنه يكون هو كبير السحرة. وفي نفس الوقت صنفته مارفل على إنه أحد أقوى الشخصيات الشريرة في عالمها، ولعل أشهر أعدائه هم فرقة فانتاستيك فور. ما أعرف كيف بيكون ظهوره لو كانت الإشاعة هذه صحيحة، ولكن أنا متشوق جدا إني أشوف شرير بهذه القوة وهذه العظمة في عالم مارفل. لا يغركم يا جماعة، ترى ما هي واقفة على ثانوس، ثانوس واحد من أشرار كثير في عالم مارفل. سلسلة جديدة لشخصية جيمس بوند أو 007. بعد انتهاء حقبة الممثل الرائع دانيال كريغ، صرح صناع أفلام سلسلة جيمس بوند إنه العمل حاليا متوقف على أي سلسلة جديدة لمسلسل أو لسلسلة جيمس بوند، وإنه البحث عن ممثل جديد لتأدية دور جيمس بوند أو العميل 007 متوقف مؤقتا. فكرة مطروحة، ولكن البدء فيها للحين ما حد عارف متى ممكن يكون. وصرحوا برضو صناع السلسلة انه اذا فيه ممثل جديد وشخصية جديدة لتأدية شخصية جيمس بوند ما راح تكون الا بعد سنتين من الان غالبا. وانا من جهتي اقول لكم خذوا راحتكم، لا تستعجلوا، اهم شيء لا تجيبوا العيد. السلسلة الى الان امورها طيبة ومتماسكة من يوم عرفها التاريخ. الرقابة الاماراتية تسمح بعرض فيلم ثور لاف اند ثندر في صالات السينما عندهم، والحجز المسبق كمان صار موجود. الفيلم راح يعرض بتاريخ 7 يوليو، يعني خلال الايام القادمه، ما عاد بقي له شيء. ولكن الغريب يا جماعه انه ديزني كذا قررت وقالت يا جماعه الدول العربيه كلها ما عدا الامارات لا تنزلوا عندهم الفيلم الا متاخر شهر، كذا اخروه شهر. ليش؟ ما حد عارف، ربما انتقام، علشان عارفين الحركات اللي سويناها فيهم ضغطناهم. بس الحلو يا جماعه انه فيلم ثور لاف اند ثندر ما راح يتم منعه غالبا، لانه ما يحتوي على اي من الاجنده والحركات والخرابيط حق ديزني اللي دائما يحاولوا يمرروها عن طريق افلامهم. فيديو جديد تشويقي للموسم الثالث من مسلسل سي. الموسم الثالث يا جماعه راح يتم اصداره على منصه ابل تي في بعد شهرين تقريبا، وبالتحديد يوم 6 اغسطس. وصرحت ابل تي في انه الموسم الثالث لمسلسل سي راح يكون الاخير. حلو حلو، انا توقعت انهم يحلبوه اكثر من اللازم، كويس. انا الامانه تابعت الموسم الاول كان كويس، سحبت عليه، وما سحبت عليه لشيء لانه ما عجبني، لا والله عجبني بس انه انشغلت عنه يعني، فغالبا راح اكمله في اي لحظه. الجزء الثاني من فيلم اوت قادم، وراح يتم عرضه لاول مره في مهرجان تورنتو السينمائي في شهر سبتمبر القادم، يعني بعد 3 شهور تقريبا. وراح يكون من بطوله النجم الكبير دانيال كريغ ونجوم جدد من بينهم ايثن هوك وادوارد نورتن. شوف، احب اقول لك حاجه، اذا انت ما تابعت الجزء الاول الى الحين، احب اقول لك لا يفوتك، لا يفوتك. فيلم رائع في زمن قلت فيه الافلام المميزه والجميله. صور جديده برضه من فيلم باربي القادم سنه 2023. للامانه يا جماعه كل ما
نزلوا صور جديدة عن فيلم باربي اكتشف انه الفيلم هذا بيكون وردي في وردي بزيادة، عارفين مرة وردي. ما اعرف ايش بيكون الفيلم ولا ودي اتحمس له، بس يا اخي راين جوسلينج احبه يا اخي ذا الممثل. فلو في سبب بيخليني اتحمس لفيلم باربي مش لانه فيلم باربي، لا لانه راين جوسلينج فيه. عموما الفيلم راح يعرض 21 يوليو سنة 2023، يعني غني يا ليل مطولك. موسم رابع جديد للمسلسل الرائع والمميز ترو ديتكتيف. انا للامانة تابعت الموسم الاول فقط تبع ماثيو ماكونهي وودي هارلسون، وكان من اروع واعظم مسلسلات التحقيق اللي تابعتها في حياتي. باقي الموسم ما تابعتها، ولكن بحكم اني اعرف انه مسلسل ترو ديتكتيف هذا له جمهوره وله شعبيته، فحبيت اشارك معاكم هذا الخبر. جدير بالذكر يا جماعه انه الموسم الرابع من مسلسل ترو ديتكتيف راح يكون من بطوله الممثله جودي فوستر. صور جديده من مسلسل الفانتازيا المنتظر سيد الخواتم او لورد اوف ذا رينجز، واللي راح يتم عرضه على منصه امازون برايم يوم 2 سبتمبر من هذه السنه. ما عاد بقي شيء، تقريبا شهرين حاجه زي كده. وتصريح ناري وشراري من الممثل كريستيان بيل. كريستيان بيل مسوي ضجه كل حلقه تقريبا يطلع معانا صح. سالوه في احد اللقاءات قالوا له اسمع يا كريستيان بيل، خلي ثور لوف اند ثندر، خلي الزحمه الثانيه هذه، بنسالك سؤال ثاني كمان عن باتمان، هل ودك تقدم شخصيه باتمان مره ثانيه؟ قال لهم اي نعم، ولكن بشرط واحد. ايش هو الشرط يا حبيب الشعب؟ انا مستعد اقدم شخصيه باتمان في حاله واحده، اذا كان المخرج هو كريستوفر نولان، غير كذا لا ما راح اقدم شخصيه باتمان. الثقه الف يا حبيبي في نولان، صنع ثلاثيه باتمانيه للتاريخ مستحيل احد ينساها. يكفيكم انه ثلاثيه باتمان كلها موجوده في افضل 250 فيلم. الاسبوع الماضي يا جماعه نزلت الحلقه الاولى من الموسم الرابع من المسلسل المنتظر ويست وورلد، وللامانه انا تابعت الحلقه اوكي الامور كويسه ومتزنه لحد ما، ولكن انقسم الجمهور بعد عرض الحلقه الاولى الى ثلاثة أقسام بشكل واضح تقريبا. القسم الأول قالوا واو بداية جيدة وممتازة وتوجه القصة الجديد يجي منه، بالرغم من أنه توجه القصة الجديد مش واضح. القسم الثاني قالوا يعني في تحسن الأمور كويسة. والقسم الثالث قالوا وش الكلام الفاضي هذا يا أبوي، القصة بدأت بشكل والحين في الموسم الجديد هذا شكل ثاني، إيش فيه؟ إلى أين يا ويست وورلد؟ وأنا للأمانة راح أظل في صف المحايدين، ما راح أقدر أحكم صراحة كذا بشكل واضح ودقيق، لأن نشوف كم حلقة على الأقل من الموسم. أنت عزيزي الوجيه قل لي رايك في الحلقه الاولى. منذ جائحه كورونا والى تاريخنا الحالي يا جماعه، فيلمين فقط اللي قدرت انها تحطم وتكسر حاجز المليار دولار بكل فخر واعتزاز. الفيلم الاول كان سبايدر مان نو واي هوم، واللي وصلت ايراداته الى مليار و900 مليون دولار، يعني 2 مليار الا تكه. والفيلم الثاني واللي حرفيا حطم وكسر حاجز المليار دولار هو فيلم توب جان مافريك، واللي برضو اليوم معانا في خامس مره او سادس مره في هذا البرنامج. سبايدر مان قولوا يب متوقع، مارفل وتسويقهم للموضوع والناس متحمس الافلام مارفل دائما، فطبيعي يكسر حيز المليار. ولكن توب جان مافريك يا جماعه وربي انه انجاز في زمن يصعب فيه الانجازات تماما. اكرر اللي ما تابع فيلم توب جان مافريك روح تابعه يا مسلم. صرح كتاب مسلسل دكتور سترينج ان ذا مالتيفيرس اوف مادنس وقالوا انه شخصيه سكارلت ويتش تصنف ضمن افضل الشخصيات الشريره والمرعبه في تاريخ مارفل، بل انهم وصفوها كافضل شخصيه شريره. الله المستعان، وين ثانوس؟ ثانوس نسينا ثانوس المجرم صاحب المبادئ. عموما صرحت الممثله اليزابيث اللي قدمت دور شخصيه سكارلت ويتش وقالت والله شوفوا يا جماعه انا رحت الفيلم يعني اعطوني النص وكذا، بعدين انصدمت احا انا شريره في هذا الفيلم، ليه انا انسانه طيبه ايش في صرت شريره؟ منتي لحالك، كلنا انصدمنا يا اليزابيث. والله في احد اللقاءات سالوا الممثل كريس هيمسورث حول رغبته في الاستمرار في تقديم شخصيه ثور، وصرح قائلا وقال يا جماعة انا ما راح يمنعني عن تاديه شخصيه ثور الا الموت ولا مارفل يطردوني، خلاص انقلع كفايه كذا. الادمي ما عنده مشكله يظل يقدم شخصيه ثور لو 100 جزء اضافي. اوكي انا اتفق معاك، شخصيه ثور شخصيه رهيبه وافلامها يعني مميزه، بس لا تفلها بزياده شويه وانقلع حلاوه هي. وانضمت الممثله ايما روبرتس في فيلم سوني القادم مدام ويب. الى الان يا جماعه كل اللي قاعد اشوفه في فيلم مدام ويب القادم من سوني طاقم نسائي، ما في ولا رجال، ما في ولا ذكر، ليه؟ حطوا شويه رجال، ترى الرجل نصف المجتمع زي المرأة، ايش بكم يا جماعة متحمسين ديزني وسوني. وفي تصريح مضحك اثناء مؤتمر مارفل الاخير، ظهر اينت مان كذا في مشهد او الرجل النملة، وقال يا جماعة معليش انتوا كذا في تصريحات كثيرة الجمهور قاعد يقول ليش انت يا الرجل النملة او يا اينت مان في معركتكم ضد ثانوس ليه ما صغرت نفسك وها كبرت؟ انتوا فاهمين اللي اقصده، الموضوع ذا انتشر ترى بشكل كثير لدرجة انهم كانوا يقولوا يب
الخطه دي كانت بتنجح. فرد عليهم وقال يا جماعه اول حاجه ايش القرف ده ليه؟ غير كذا تخيلوا انه الموضوع يعني مكتوب بهذا الشكل، يقلع ام النهايه اللي بتصير لثانوس. يا اخي ما يصلح، ما يصلح يا جماعه. هو كذا يعني فيما معناه كلامه انه ما يصلح. بعدين قاطعته حبيبته، بعدين تنتشر الاخبار في الجريده يا جماعه كيف مات ثانوس الله انت مان. نشر احد الرسامين المبدعين صوره تخيليه لشكل انتوني ستار بطل سلسله ذا بويز او اللي قدم شخصيه هوملاندر. ولكن الصوره ايش يا جماعه؟ اسالوني ايش هي الصوره. صوره اقل ما يقال عنها مجنونه، صوره من كثر ما هي واقعيه ومرعبه ولايقه عليه. حسيت اني كذا بتراجع عن كلامي اللي قلته في الحلقه الماضيه. الادمي هذا والرسام هذا رسم صوره تخيليه لهذا الممثل على شكل شخصيه وولفرين. لا تقولوا لي انه ما هو لايق عليه، يقلع ام ابليس وكيف مره لايق عليه، وربي شكله مره مجنون صح. بس برضه ما زلت عند كلامي، بعد هيو جاكمان ما نبغى وولفرين. عموما صرح النجم أنتوني ستار بعد ما شاف الرسمة هذه وقال فيما معناه يعني، قال يا ساتر أتوقع أنه شخصية وولفرين بتكون شخصية مرة صعب أدائها. ياب ياب أتفق معك، شخصية صعب أدائها، مالك صلاح مع السلامة، يلا نو وولفرين، ما نبغى وولفرين بعد هيو جاكمان شكرا. تقريبا كل المجتمع السينمائي يعرفون الممثلة كاميرون دياز. اعتزلت هذه الممثلة سنة 2014 وقالت يا جماعة مع السلامة، أنا ما عاد أبغى أمثل، ما عاد أبغى أدخل أصلا في عالم السينما بأي شكل من الأشكال. أنا أبغى ألتفت لحياتي واتفرغ واقضيها سفريات وفله لين اموت، ما عاد بقي من العمر حاجه. مالو ما طبيعي، مثلت في اكثر من 59 عمل وجمعت له فوق اكثر من 160 مليون دولار. ولكن الصدمه شنو يا جماعه؟ الصدمه انه الانسانه هذه كاميرون دياز قررت انها ترجع فجاه من الاعتزال. احا ايش تبغي يا بنت الحلال؟ اكيد طفرت. لا ما طفرت، باقي معاها 100 مليون. اجل ليش رجعت؟ واضح انها اشتاقت للشهره يعني والاضواء، واشتاقت للكاميرا ومواقع التصوير، الله اعلم. عموما فلوس، ما هي محتاجه فلوس، عندها 100 مليون. عموما البنت قررت انها ترجع من الاعتزال في فيلم اسمه باك ان اكشن. حركات حتى الاسم فيه باك، عودة. راح يشاركها بطولة الفيلم الممثل القدير جيمي فوكس. وما في أي معلومات كثيرة حول الفيلم إلى الآن، ولكن هذا الخبر كان يتجول في الأرجاء وحبيت أشاركه معاكم. راح يتم البدء في تصوير مسلسل أرمور وور المشتق من عالم مارفل السينمائي خلال العام القادم. إلى الآن ما فيه معلومات كثيرة عن المسلسل للأمانة، ولكن المسلسل راح يكون من بطولة الممثل القدير دون شيدل، واللي قدم شخصية جيمس رودي أو اللي كان يلبس بدلة ذا وور مشين أو وور مشين. وفي إشاعات جدا جدا ضعيفة ومن مصادر جدا جدا مضروبة تقول إنه ربما بنت توني ستارك تكون كبرت داخل هذا المسلسل وتشارك وور مشين في بطولة هذا المسلسل. إشاعات وإشاعات مرة ضعيفة، ولو صارت كيف بيسووها أصلا يعني؟ بنت توني ستارك صغيرة، ولو بتكون كبيرة بما فيه الكفاية بتكون مرت سنوات كثيرة، فما أعرف. لا إشاعة ضعيفة بس حبيت أذكرها يعني. فيلم لايتير يا جماعة اللي تم منعه في دول الخليج وكثير من الدول العربية إن لم يكن كلها، انطلق في السينما حول العالم الأسبوع الماضي تقريبا. وأحب أقول لكم إنه أول سقطة سقطها هذا الفيلم إنه أخذ تقييم 5/10 على موقع IMDb، لا وكمان ما حقق إلا حوالي 90 مليون دولار حول العالم. 15,000 شخص في موقع IMDb قيموه كم؟ قيموه 1/10. ياب فيلم لايتير المنتظر واللي قروشوا أمنا في ديزني وما رضوا يشيلوا فيه اللقطات، 15,000 شخص قيموه 1/10. لا وكمان الناس نازلة عليه سب وشتم يا لطيف. وهذه بعض الكلمات المختصرة اللي جمعتها لكم كذا من مراجعات الناس في موقع IMDb لهذا الفيلم. واحد كتب انه الفيلم ممل، والثاني كتب انه الفيلم سيء، والثالث كتب انه الفيلم مخيب للآمال، والرابع كتب اه يا ديزني متى تتعلمون، واللي بعده قال يا اخي ايش الفيلم ذا، بعيد كل البعد عن كونه فيلم جيد. واحد ثاني كتب اخذت ولدي معايا على اساس انه يشوف فيلم لايتير، او شخصية باز اللي شافه وهو صغير. يقول للاسف ولدي قال لي بابا مشينا، ايش الفيلم البيض هذا. حرفيا الناس طايحين سب وشتم في هذا الفيلم بشكل مره كبير، ومو علشان الاجنده اللي فيه ترى، لا لا لا، الفيلم بشكل عام مره ما اعجب الناس، بل انه الممثل اللي قدم شخصية باز يطير او لايتير في الانيميشن هو بنفسه طلع وقال، قال الفيلم هذا ما هو مرتبط بشخصية باز يطير اللي انا عرفتها ابدا. حلو يا ديزني، حلو يا ديزني، الى اين؟ ايش فيهم ديزني؟ ديزني والله قاعدين يتجهوا للطريقه المنحدره بشكل كذا داعسين، فكين الفرامل، حاطين الجير في الفاضي، ومنزلين البريك ومدحدرين بسرعه. ايش فيه؟ هربتوا باز يطير اللي لي ذكريات معاه في الطفوله لن انساها، يرحم امكم، ابعدوا عن اي شخصيه ثانيه في حكايه لعبه وتوي ستوري، لا تسوي افلام ثانيه حي، خلاص ما عاد ما نشوف شيء. واخيرا يا جماعه راح يبدا تصوير الموسم الرابع من مسلسل ذا بويز في شهر اوغست القادم، بحيث يعرض باذن الله
السنة الجاية زي هذا الوقت تقريبا. أنا قلت لكم هذا الخبر ليش؟ لأنه الموسم الثالث ما عاد بقي منه إلا حلقتين وحلقة واحدة يمكن بعد ما نزل هذا الفيديو. راح ينتهي الموسم الثالث من The Boys وبنشوفه السنة الجاية. يقلع أم المشوار يا الله. ولكن صدقا يا جماعة مسلسل The Boys واحد من أقوى مسلسلات السوبر هيرو على الإطلاق. خلي مارفل تسري، خلي ديزني تسري، اللي قاعد يصير في مسلسل The Boys حاجة قوية وخطيرة ومرعبة وجريئة. أتوقع والله أعلم ما في أي شركة إنتاج ممكن تتجرأ تقدم عمل بهذه القوة وله علاقة بالأبطال الخارقين. عموما أنا قلتها زمان ما راح أوصي أحد إنه يتابع مسلسل The Boys إلا إذا كان إنسان متفتح جدا لأي أفكار غريبة ومقرفة ومرعبة. ولكن أحب أقول لك إنه المسلسل هذا للكبار فقط، مرة للكبار فقط، ما ينفع تشوفه مع أهلك ولا عيالك ولا أخوانك. شوفوا الحالة حتى لو معاك ناس كبار، لا شوفوا الحالة. مسلسل مجنون مجنون مجنون. وإنسى إنه سوبر هيرو، إنسى موضوع الأبطال الخارقين والسوبر هيرو، لا إنساه تماما، ما له علاقة. إلى هنا نكون وصلنا إلى نهاية الفيديو. اضغطوا على زر الإعجاب لو أعجبكم الفيديو، واشتركوا في القناة لو ما كنتم مشتركين، وفعلوا جرس التنبيهات عشان توصلكم فيديوهاتي أول بأول. تعالوا تابعوني على مواقع التواصل الاجتماعي كلها في صندوق الوصف، الديسكورد والتويتش برضو كلها موجودة في صندوق الوصف. يعطيكم العافية، كان معكم الوجيه، أشوفكم في الفيديو القادم.